تقدم متحف الطبيعة والحياة في القرية التعاونية كيبوتس إندور داخل الخط الأخضر حسب القائمين عليه، نبذة عن حياة أوائل من سكن هذه الأرض، ولكن الأهم على حد قولهم التأكيد على إمكانية الحياة المشتركة بين طلاب المدارس العربية واليهودية من خلال الفعاليات المشتركة. مدراء ومرشدون دون تمييز على خلفية دينية أو عرقية، والأمر ذاته لدى الأطفال الصغار، كل ذلك يخلق واقعا مغايرا عن الذي نعرفه عبر وسائل الإعلام. لذا خرجنا للقاء المرشدين والطلاب والتحاور معهم عن أهمية هذا المشروع في مستقبل التعايش المشترك. هذا لقاء يفسر نفسه من خلال الجمع بين العرب واليهود. نحن في وقت الدراسة ويوجد لدينا طلاب في مدرستين بإدارتهما، وهم يدركون أن هذا شيئا مهما لكسر الحواجز والتعرف على الآخر وتعلم الاحترام المتبادل والصبر والتسامح والعمل على فهم الأشياء المشتركة والمختلفة. لقاءات وفعاليات مشتركة لكسر حاجز الخوف من الآخر ولإعطاء صورة طبيعية عن كيفية التعايش السلمي بين السكان من خلال تعريف هؤلاء الطلاب على وجه الشبه والاختلاف وتقبل الآخر، الأمر الذي لقي استحسان أولياء أمور الطلاب. بالفكرة هاي اللي احنا شايفينها اليوم هي فكرة حلوة اللي بنبدأها مع جيل صغير، بيبدوها في جيل صغير الأولاد العرب مع أولاد اليهود، اللي هي بتجهزهن وبتهيئهن للحياة المستقبلية اللي راحين يعيشوها، اللي عايشينها احنا هون. بنلتقي أولاد قرية قرى عربية مع أولاد بمدن يهودية، اللي بتهيئهن على كبر انه يكونوا التعايش مع بعض. تهيئة للصغار من طلاب المدارس لحياة يرى البعض انها لا تصلح الا من خلال التعود على تقبل الاخر، ولتكسر حاجزا استمر طويلا بين سكان هذه المنطقة. عسى ان يستطيع هذا الجيل الصغير خلق مناخ يسوده الحب والسلام. انت لا ترى كل يوم شخصا عربيا وتحدث معه وتتناول الطعام وتلعب معه. باختصار نحن هنا نعيش حياة أخوية متكاملة. اليوم كنت سعيدة جدا لما أجيت على مدرسة أفاكيم، تعرفت على أولاد جداد وبنات جداد وانبسطت كثير كثير. لقاء وتعارف ومحبة، هذا ما يشعر به هؤلاء الأطفال من العرب واليهود الذين لا يرون اختلافا بين طفل وآخر. عسى أن يكونوا مثالا يحتذى به لمن لا يستطيع خوض مثل هذه التجربة التي تعمها البراءة والمشاعر الأخوية بعيدا عن المشاكل السياسية التي تعصف في المنطقة. أطفال عرب ويهود من داخل الخط الأخضر يجتمعون في متحف الطبيعة والإنسان ليجسدوا فكرة التعايش المشترك وتقبل الآخر. سامي أبو دياب، روسيا اليوم، من القرية التعاونية إندور.